كتاخذ بعين الاعتبار التقدمات التكنولوجيه خاصه في ليتيك كون جو دي ليتيك تكنيك دانفورماسيون دو كومونيكاسيون. دابا حاليا دابا انت في فرنسا ولا في المغرب؟ انا عايش في فرنسا، انا مهاجر. اي المهم نعم، ولكن رغم البعد رغم اننا نتواصل بمعنى ان وفي واحد الوقت ملي كنا حنا في وقت الشباب ديالنا كنا كنتواصلوا عن طريق الورق. دابا دابا لونفلوب الرساله راه ولات بحال شي حاجه خارجه من البريستوار يعني. لا الرساله يجي يصل الرساله. شكون اللي باقي الاستاذ دابا ياخذ ورقه وسيلو السلام عليكم الحمد لله والتحيه طيبه الى صديقي العزيز؟ ما بقاش وحتى ودي لا تام وتمشي لابوست وتما دابا كتجي التليفون طن 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 اس ام اس. نعم حتى الطريقة الكتبة يا سلام عالم خور شي كتبة أخرى. إذا على على من أنا كنهضر على أنا كنهضر على المغرب على بلادنا. نعم عالميا فما يسيء المغرب يسيء على كل على العالم كامل. ولكن أنا حبذا حبذا لو جلسنا وجلسوا يعني الناس المختصين وكذا يجلسوا ويحاولوا يلقاو وسائل ديداكتيكيه طرق بيداغوجيه تربويه تتناسب وواقع الحال. هناك استاذ هناك نظريه رفع جوده التعلمات عن طريق الملكات وصقل المواهب فالكل يفهمها حسب هناك من يقول يجب ادخال المعلومه عن طريق الشطرنج وبالفعل ان عقل بالخصوص التلاميذ يعني في البدايه اذا اتعبت عقله فاي معلومه ستدخل. وبمناسبه اعيدها مره اخرى فقد عملت في على هذه النظريه في مدرسه ابتدائيه كجمعية بالطبع كنا رأيت أن من أين يمكن أن تدخل المعلومة للطفل من غير أن تتعبه. أولا عن طريق اللعب ليس بالطبع العضلي الذي يتعبه أو الدماغي كالشطرنج. إذا أقمنا ثلاثة ليزاتولي يعني الورشات. نعم ارتأيت المسرح لان المسرح يمكن ان تدخل في عده معلومات. يكفي ان يكون الاستاذ او الذي يلقن ذو خبره بالميدانين. ثانيا الفن التشكيلي يمكن ان هناك عده مسائل يمكن ان تمرر والطفل بأريحية وكذلك الموسيقى والغناء. نعم فعلا مضت الامور وتحسنت هناك كانوا اطفال مشاغبون ومن مختلف المجتمع وفي الاخير يعني وقع انضباط ليس انضباط بالقوه ولا بالصفع ولا لا. تخيل كنا نطرح احد التلاميذ المشاغبين فيذهب الى باب المدرسه ويبدا يبكي لانه لن يجد بطريقه والمعلومات. ولكن كما نقول هناك دائما اعداء النجاح فنتركهم لتواريخهم ونعلم فما يعني كنظريه الان التي اعطيت بعض. لا 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 انا متفق معك جدا يعني جدا لان ما يمكنش انا نجي عند التلميذ ونفرض عليه المعرفه. ما يقنعهاش مني. ما يقنعش مني ديك المعرفه الجافه. لا خاصني نخدم اساليب ديال ان خاصو شي حس بانه كيقرا. خاصو يبان لي انه كيلعب. لان لاكتيفيتي لوديك ان اونفون كيسك ان اونفون؟ ان اونفون سي ان جو. سي لو جو. اونفون اذا جوي. الوغ علاش ما نستغلش انا لو جو نستغل اللعب وعن طريق اللعب نمرر لي المعلومات اللي بغيت بطبيعه الحال هو كياخذها كياخذها وراجع عليها وعند راسه راه كيلعب
واش مشى للمقاصر بشكل العام، ولكن اللي كيجي راه الذاكره ديالو راه خدا واحد المجموعه ديال المعلومات. ثانيا انت ملي كتجبد كتحط شكون ابي لي زاكتيفيتي كولتورال ولي زاكتيفيتي باراسكولير، هادو هما لو بارون بوفر ديال التعليم ديالنا. لان الوقت الدري انا ملي كندير مع الدري المسرح راه ماشي الفائده هو يدير المسرح بقدر ما كنبغي نبدا عن طريق المسرح داك الحفظ ديال النصوص وكذا كندخل ليه اللغه. نعم اللغه كلغه كلغه تواصل ولغه كلغه الجسد الكوريغرافي. كيولي التلميذ كيقدر يهضر اللغه باللسان ويهضرها بالجسد. ملي كندير مع الموسيقى راه كننمي الحس ديالو الفني والوجدان ديالو، وفيها كذلك الاغنيه فيها كذلك يعني نقدر ندوز عن طريق المسرح الغناء الفن التشكيلي المسابقه الى اخره، نقدر ندوز الافكار اللي بغيت، نقدر نصوب منه اللي بغيت. خاص غير الدري يعرف بانه راه جاي للمدرسه ماشي جاي للسجن ماشي جاي للعذاب، لا جاي باش يرفع على نفسه، جاي باش يتعلم باش يلعب يتعلم. يعني اللي كناخذوا اللاعب كوسيله للتلقيم راه وسيله ناضيه. انا مع الطفل مع ولدي مع الطفل الصغير كاين جوج الحوايج، دير هاد التمرين ما غايديروش. اجي بابا تقدر اجي انت تقدر نقول لي تقدر انت تقول لي زعما الا عطيت مثلا هذه المساله ديال كذا وكذا، لا لا محال لا لا العرض زعما كتكذب عليا ولا اجي وريني الله. ما بقاش نقول لي انا اللي كنعلمو كنقول له اجي وريني اجي قريني، كنفخ ليه من الاله ديالو وكيولي هو يدير مجهود باش يوصل ليا وهو يريد ان يوصل الي. في المرتبه كان نعطيه باش في الاخر كيتسمى بلي راه هو اللي وراني، وكنفرح انا يا حسن جدا وريتيني اش وريتيني، كيعاود لي داك الشيء وداك الشيء داك الدرس اللي غنعطيه ليه انا هو كنجبدو من عنده. وهذه الطريقه اللي كنخدمها ملي كنت في بلاصه ملي كنت استاذ الدرس بطريقه اليه وما يتفاهمش معاك ياخذوا بواحد الطريقه وجدانيه. انا ترون ان الخلل استاذ انه في المناهج ديال التعليم عامة يأخذون علاقة التلميذ بالمدرسة بالمؤسسة، ويخص تكون العكس، علاقة المؤسسة بالتلميذ باش كيكون جاي يختار حتى أصدقاء وزملاء في أول العام، حتى ألوان القسم، حتى بزاف المسائل باش يكون هو كواحد العنصر مشارك في الفصل ولا في المؤسسة. أنا الحياة أنا كنت عضو في الفريق التربوي للأكاديمية الدار البيضاء، وفايت واحد الاجتماعات مع الاخوان الاساتذه كيتشكاو من التلامذ انهم ما باغينش يقراو، ما المستوى طايح وكي غدير معاهم كيف المستوى طايح ديال التلميذ. كاين حاجه وحده، شي الا كان المستوى طايح ديال التلميذ راه المستوى ديال الاستاذ حتى هو كيطيح. انا كنت قلت لك قبل بلي التلامذ هما اللي علموني. نعم آلية التواصل مقصرة بين الأستاذ. نعم 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 كومون فولي فو كاني لاف فو زيكوت ألوغ كي نو فو زام با، كيف تريد أن ينصت إليك هذا التلميذ وهو لا يحبك؟ خطيرة هذه. نعم التلميذ اللي كيدخل كيكره ذاك الأستاذ، ذاك الأستاذ مثلا نقولوا حنا الأستاذ كيدخل بسلطوي وكذا، راك بالنسبة لي هو ديك الساعة اللي كيدوز عندك راه جهنم. نعطيك واحد المثال، كنت كنقري وكان استاذ عربيه استاذ الرياضيات استاذ كذا، وانا استاذ اللغه الفرنسيه، ديما كاين مشاكل ما بين التلاميذ واستاذ العربي واستاذ الرياضيات، وكيقول لي انت ما كاين عندنا، علاش انت كتخاف منهم؟ انا كنخاف من التلاميذ، علاش ما كنتشكاش منهم؟ قلت له ودي لا انا ما كنخاف منهم، انا قلت له انا عندي حياتي دابا ولا عندي جوج مشاكل مع التلاميذ. قال لي انت عندك مشاكل كثير. نعم عندي مشكل، عندي مشكلين وصعاب ما عندهمش الحل. هذا شنو المشكل الاول؟ كيجيوني قبل الوقت،
والمشكل الثاني يا استاذ ملي كنسالي الحصه ما كيبغوش يخرجوا. هو لاحظ معي طريقه تلقينا يا استاذ. انا لا لا اشوف يا اخي استاذ راه رجل مسرح. انا ما كنتش كنقري، انا ما كنتش استاذ وكوك عباد الله. انا كنت كنجي كنلعب الدور ديال الاستاذ، كنلعبو بالطابليه ديالو بالمسرح ديك لاباكيت ديالو باللو جو سيغسان. انا راه كان عندي مشكل غير راه نعاود لك على سبيل النكته. نعم لا باس لكم الوقت. كان عندي واحد المشكل مع التلامذ ديالي ما كيحترموش لا 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 بونكتياسيون. مشكل عندهم في لا بونكتياسيون، لا فيغيل لو بوان فيغيل و لو بوان. وحلت قال لي ملي كيقرا النص وما كيحترمش لا بونكتياسيون ما كيفهموش. هذا كيفاش ندير باش نوصل ليه هذاك الايقاع ديال الجمله؟ لقيت راسي كان قلت لهم ودي فوالا خلي السبوره كتبت ما مير اشتي دو سوكر دو لا فارين دو لا كونفيتور اي دي جاتو. ما مير اشتي دو سوكر ان لا كونفيتور ان دو لا نون ان اي ان دو لا فارين ان 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 يعني عندنا كان اون لسو لي لابوا مع لا ديبيغ ان 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 ما بغاش يدخل ليهم دماغ. وهذه لا بروزودي الا ما شدوهاش راه ما عمرهم يتعلم يقراو. نعم دونك جو دوفي فيغ خصني ندير نكته نضحكهم باش يفهموا. كيف تعرفوا الحمار؟ ايش كان كنعرفوا كيما ملي كيبغي يهضر الحمار اش كي قالوا لك كيما ولي انا غندير لك وليد حمار كا 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 سمع واحد الحمار كيهضر وكيدير فاصيله وكيدير نقطه كيدير فاصيله 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 ها بوان. سي سي ريغولو سي فريمون ريغولو ولكن ايزون كومبري كي هذاك لي لون ديال ان ما مير اشتي دو بان دو لا كونفيتور دو سوكر اي دو لا فيوند تان 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 فينيش افيك لو بوان سي فيني اي جو جو فا لا ميم شوز افيك لا فراس كي سوي سي لا كرياسيون اللي فاتهم يقراو. جي في ابيل على ان جي في ابيل على ان بور اكسبليكي ان تروك ريلاتيف ا لا بونكتياسيون. سي سا لا كرياسيون بور انسيني بور باسي لو ميساج والو. شوف كلشي كلشي في القسم الاستاذ اذا ما كانش حلايقي مهرج كلون رجل المسرح يبعد من المهنه يعطيها اتساع. الدري راه جاي باغي يفتح باغي راك مضغوط عليه في الشارع مضغوط عليه في البيت مضغوط عليه في خصو يجي للمدرسه المدرسه خصو يتفتح فيها. المدرسه راه عالم ديال المعرفه في الحريه ديال كل شيء. الا ما يجيش يدوز معايا وقيت زوين ونولي عزيز عليه راه ما غيتسنش ليا استاذ. راه ما يمكنش الاستاذ دراري هذا يلعب اذا ما استفدش غير صافي الاستاذ دراري حقيقه حتى الرياضه استفاده. راه الرياضه ما كانش الاستاذ ما كانش الاستاذ هو كيدير سميتو ما عنده ما يمكنش حيت الفو كريي اون سيتياسيون اوثنتيك. وي خلق لي وضعيه ديال ديال وضعيه ديال التعلم. حطوا في امسيكو دغا حطوا في اشكال حطوا قدام سميتو وراه غتشوف منه العجب. نعم راه الوليدات راه كيعطيو شي حوايج نميو الدارك هنا الدارك ماشي لا قلنا الدارك يعني المراقبه يعني التمييز هنا ينبتلو احسن ما يتصدم به من بعد مع المجتمع. وبالتالي ملي كيكون كيبغيك وكيدوز معاك وقيد زوين كيبغي يدير لك خاطرك. باش غيدير لك خاطرك؟ كيدير الواجبات ديالو طبيعي كتعطيه بوحوت كيمشي يديرهم وجاي فرحان خاصو انا باغي وانا وكتسمي له كاين تنافس وكيعطي كيعطي. باش كتجي الاستاذ الاستاذ راه ماشي مهنه اما ماشي حرفه ماشي وظيفه مسؤوليه مسؤوليه رساله مصيبة مصيبة عظمى. شوف مشات المدرسة مزيان
يمشي المجتمع مزيان، كرصات المدرسة كرصة المجتمع طبعا الحالة، وحتى نسيتي المستقبل، ما كاين مستقبل بدون مدرسة محترمة كتحترم سميتو وعارفة اش باغا وشنو باغا تصايب وفين باغا توصل، راه ما كاين والو. إذا الاهتمام ديالنا من وراء كورونا، حنا كنهضرو على كورونا فيروس، أبغي كورونا فيروس خاصنا نجلسو ونقادو المدرسة ديالنا، معلوم نقادو المدرسة ونقادو المستشفى ونقادو سميتو المحكمة، يعني التعليم الصحة والعدل، حتى هاد الحوايج إلا تقادو هذا هو الأساس يا أستاذ. التعليم المدرسة، لأن المدرسة هي التي تكون الأطر، المدرسة هي التي تكون الأطباء، المهندسين، الممرضين، كل شيء تكونه المدرسة. فإذا كان وحتى البحث العلمي، حتى البحث العلمي رحنا مقصرين شوية، نعم في البحث العلمي ما الميزانية اللي كنخصوها للبحث العلمي ما ضعيفة وضعيفة جدا. نعم يا أستاذ. أنا عجبني والله إلا عجبني أولا جوج الحوايج مؤخرا، صاحب الجلالة ملي خدا ديك النظرة الاستباقية وعطانا هذا الكونفينمون راه ثلاث راه واو قرار سليم وسليم جدا. هنا تكمن المسؤولية يا أستاذ. نعم، وفضل الإنسان على الدرهم بطبيعة الحال، نخسروا الفلوس. نعم، اعتزلوا امام العالم، امام بعض المتوحشين الذين يمتصون. لا لا وتشابه. نعم نعم، هذه القضيه دارها ثانيا وقضيه زوينه. انا غادي نوحلوا في هذيك لا ماشين ديال لا ريسبيراسيون ارتيفيسيال اي تو طن طن طن. كان جوره صاحبي حطت سميتو هذا بدا كبدينا كنصوبوا هذاك الثيرمومتر الكترونيك ولا. اذا هذا ماذا يعني؟ كن على يقين ان مورا الكورونا فيروس السنه المقبله صاحب غادي يورك على البحث العلمي وغادي يورك على المدرسه ان شاء الله، لان المستقبل ديالنا. انا والله العظيم الى جوج دو بوان، هاد جوج الحوايج يعني عندنا مالك في المستقبل. إيماني قوي يا أستاذ أن المغرب سيخرج ما بعد كورونا أقوى بتضامنه بالطبع بوعيه بنضجه الاجتماعي الذي في بالفعل يعني أعطى بوادر طيبة. فنتمنى أن يكون لنا كذلك تصنع ذاتي للألبسة لكل شيء لتكون بالفعل. ما يمكنش يكون الملك ديالنا بلي ديموقراتيك كو لو بوبل، برا حنا عندنا ملك اكثر ديمقراطيه واكثر. نعم نعلم نعلم نعلم، هناك نمشيو معاه، نمشيو معاه، خاصنا نمشيو معاه في الطريق، خاصنا نساندوه. حيت نقول لك انا بصراحه يعني في المغرب كاين جوج المكونات، كاين الملك وكاين الشعب، وما عدا ذلك الله يعاون. نعم نعم كاين الشعب. نعم كاين كاين، راه قلنا راه حتى الشعار مزيان، الله الوطن المال دائما، هذا ما كاين والو دائما. جبلنا عليه الحمد لله، والحمد لله ونشكره الحمد لله. احنا كنشوفوا العالم العربي كله، اقول لك رؤساء جمهور وكلهم ملوك، ولكن الملوك مزيفون. الرئيس العربي الى 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 ما دارش انقلاب كيقتلوه، واش من واش من ديمقراطي؟ وماذا فعلوا الذين كانوا من العظماء ومن لا نذكر البلدان المتاسلمه؟ ماذا فعلوا لشعوبهم؟ والله تتكاثر الامراض الان، المعدل الذين كانوا اقل منا ولكن المغرب رغم هذه يعني حاجه طبيعيه ان يكون العدد الان ولكن مقارنه مع دول، فالمغرب لا زال الحمد لله. ضابط حتى المغاربه حتى هما الاعتداء في الشارع راه يسطر. نعم راه ما كاينش،
الشارع خاوي، الناس داخل نعم والأغلبية يعني الوعي كاين الحمد لله. نعم حتى السلطات العمومية القوى العمومية ما نعم لا 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 ما كاينش ما نخش نلعبوا هذا راه ماشي اللعب. نعم لا لا هذا راه مستقبل ديال البلاد. هو بالطبع كانت بعض التجاوزات ولكن قليلة وحتى سميتو راه دابا حتى المجتمع المدني راه انا راه ملي كنكون انا كتبان لي شي قبل ما نفطرش اسمع لي الشريف كلا من المتوقع من المجموعين لا خويا كل واحد يعني اي واحد ولا حتى هو كي على محل الامور غدا مزيان واتمنى تدوز هذه الامور بخير ان شاء الله وغدا تدوز بخير واتمنى نهضة جديدة في المغرب والله اتمنى من كل يعني اتمنى من بعد كورونا يكون المغرب اخر طبعا وغادي يكون ان شاء الله لان حتى الناس ملي كيتجمعوا كيتكوفينا وكيتفقوا على كلمة وحدة ورا 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 الملك ديال البلاد كن على يقين ان حتى واحد حتى شي قرض حشاك ما غايجي تفل علينا من بعد الله ما هذا المغرب القح ما عمر كما قلت القعود تضحك به هناك من يتبع النقود يباعون ولكن اقل لا كان كيتبع متبع الفلوس وباغي لا لا دابا لا لا المهم الحمد لله شتي هاد كورونا والله العظيم اللي عطانا دروس مهمه جدا والله الا خدينا الدرس غير باش كتجمع الشعب كله على كلمه واحده شيء جميل جدا. نعم. معنى آخر للوطنية وللمواطنة يا أستاذ. نعم في زمننا خصنا نمشيو حنا ما نبقاوش حنا ناعسين خصنا نتحرك. بطبيعة الحال. وعندنا الإمكانيات. نعم. وراه بينها بين من صاحب الأمر قال لي نصوبوا لي هذا الماء ماشي نصوبوا لي مشي وزارة الصناعة مع المهندسين مع السيدات مع الكليات وكذا أنا سيدي. إذا معناه حنا قادين في شغلنا حنا ما طلبناش من شي واحد يصيفط لنا لي ماسك صوبناهم من روسنا ماشي زوينه كاين بعد كاين هذوك الشيء الشعبيه كيوجدوا شي انتخابات ما بغيتش ندخل في هذه الامور لكن نتمنى مش هذوك الشعبيه كاع اللي كانوا كيكتبوا على الموجات يتقاضى والو ما عندنا الداد الحمد لله الامور واضحه أستاذ نعم كل ما زادت عدد القناة كسر القاعدة وكنخلي الطيف هو اللي طرح الأسئلة على القناة فأهلا نقد على الهواء ماشي مشكل نتعلم من الأخطاء لا أنا في الحقيقة أنا كحبذا لو هذا شيء جميل جدا أولا أن البادرة اللي درتي جميلة لماذا لأن يعني كتقلب على إخوان الحمد لله أنا ما كتعرفني ما كنعرفك يعني عن طريق الفيسبوك شتي بعض النصوص وكذا هذا شيء جميل أولا حتى الحوار ينسق لا أسئلة ولا كسائل مع الجميع أستاذ ليس معك سبونتاني وهذا شيء جميل يعني هالجيلات منها تكرر مع اخوان اخرين مع اقلام اخرى وتقدم لك شي توضبوا تقدوا تصوموا ديروا عن طريق في اليوتيوب ولا كذا راه من سمي كيدخل كيستافد المهم ما تبقاش مثلا اشنو شوف روائيين شعراء رجال مسرح مغنيين رجال السياسه مفكرين وباش باش تعطي للقناة يعني بليس دو شكرا انا احاول الاتصال بعدة اصدقاء يعني فعلا هناك ظروف الان فهناك من يعمل عن بعد وتعب فانا ارحب بالجميع واعيد النداء الى كل المبدعين يعني عبر العالم اهلا بهم ما عليه سوى ان يتصل بني سعيد فالان نحن نقوم بتنشيط تضامني
يعني إذا قلنا تضامني ف يعني للجميع لنكسر روتين بعض المحطات ونكسر ما هو روتيني يقلق. دردشة مفيدة، شيء جميل جدا، أتمنى لك التوفيق في هذا المشوار هذا، وغادي يكون غتكون إن شاء الله أمور مزيانة، لأن الحمد لله أنت إنسان دافوش وصدرك يعني رحب، ما غيكون غير خير إن شاء الله. شكرا أستاذ، هي شهادة وكميدالية نعتز بها من رجل التعليم قبل كل شيء، ومثقف ومبدع. فالآن الرسالة إلى كل الأصدقاء، فتحية لكم وشكرا لأستاذنا العظيم، شكرا لكل من يؤازر القناة، فالقناة دائما قناتكم، قناة المبدعين بصفة عامة، فأهلا بالجميع، أهلا بالعالم، أهلا بالإنسانية، وشكرا دائما أستاذ. لختام البث نعيد الشريط.